هنتكلم في الفيديو ده عن الإعدادات، الإعدادات الخاصة بالبرنامج. الإعدادات أول حاجة وقت إهمال الحركات بالدقايق. يعني إيه وقت إهمال الحركات بالدقايق؟ هدي مثال بسيط. أنا عندي موظف بيجي من 9، بيبصم 9، تمام؟ فهو جه بصم 9 ومن غير ما يقصد راح جاي بصم 9 ودقيقتين، فبالتالي سجل في السيستم عندي بصمتين. أول بصمة اللي كانت 9، تاني بصمة كانت 9 وكام؟ 9 ودقيقتين. فبالتالي يحصل عندي مشاكل في وانا بحسب التأخير والإضافي، عشان هو هياخد عليا بصمة، هيجي بعد كده هيروح جاي ماشي، هو ماشي مثلا الساعة 6، فبعدين 3 بصمات، 9 و9 ودقيقتين و6. فأنا بقول له لأ، أنا مثلا حط لي 10 دقايق إهمال. يعني هو لو جه بصم 9 وجه بصم 9 ودقيقتين، لأ شكرا أنا مش هاخد 9 ودقيقتين دي، هاخد 9. طب بصم 9 وبصم 9 و9 دقايق، لا شكرا مش هاخد بصمة 9 دقايق دي، خلاص انا هاخد 9. فانا بقول له فترة اهمال البصمات اللي هو ما يشوفهاش، ما يسجلش الحركة التانية دي لو في خلال فترة الاهمال دي، تمام. تاني اوبشن بيقول لي يحتسب الاضافي قبل الدوام. يعني ايه؟ انا دوامي من 9 مثلا، من 9 ل 6، فانا جيت الساعة 9 الا 10، جيت الساعة 9 الا 10، فبالتالي عندي كام دقيقة؟ كام وقت اضافي قد ايه؟ 10 دقايق، ماشي. لا في شركة تقول لك لا، لو الراجل ده او الموظف ده جه قبل الدوام ب50 دقيقة او بساعة احسب لي اضافة، غير كده ما يحسبليش. فانا قلت له انا مثلا 60 دقيقة، قبلها بساعة يعني، فانا لو جيت الساعة 8:30 انا جاي بدل نص ساعة، المفروض دي اضافي. لا هيقول لك لا مالكش اضافة، عشان قايل لك هنا انت تيجي لو جيت قبل الدوام بساعة ابدا احسب لك الاضافه بتاعك، بس لو جيت قبل الساعه ما احسبلكش، تمام. بعد الدواب نفس الفكره، انا مثلا دوام من 9 ل 6، لو بمشي 6 ودقيقتين بيحسب لي الدقيقتين دول ايه؟ اضافي. لا انا هقول لك لو مشي بعد الدوام ب 30 دقيقه، يعني انت عشان تعمل اضافي يبقى لازم تمشي 36 دقيقه، هيبدا يحدد لك الاضافه. يعني مشيت، لو مشيت 6 34 انت كده عملت 34 دقيقه اضافي، مشيت 6 29 لا مالكش حاجه عندي، مالكش اضافه عندي. ليه؟ عشان انا قايل لك يحتسب الاضافه بعد كام؟ بعد 30 دقيقه، ماشي. يتم احتساب اليوم غياب بعد التاخير. انا دوامي من 9 ل 6، جيت انت مثلا انا قلت لك هنا 60 دقيقه، جيت لي متاخر، حضرتك متاخر لي 60 دقيقه، جيت للساعه 10 مثلا، جيت للساعه 11 مثلا، اتاخرت ساعتين، لا اقول لك انت عندك غياب في اليوم ده، تتعامل معامله الغايب، ماشي. طب لو انا ماشي بقى هقول لك والله انت مشيت بدري 60 دقيقة برضه، ايا كان بقى 50 دقيقة انت عندي غايب، انا داوم من 9 ل 6، حضرتك مشيت الساعة 5 انت بالنسبة لي غايب، تمام. ايه ورديتين وايه ثلاثة وايه أربعة؟ ورديتين ده أربعة. أنا في التقرير مثلا لو قلت له وردية واحدة كده وقلت له حفظ، ورحت مثلا على التقرير مثلا التفصيلي وقلت له عرض الحركات، لاحظ كده جاب لي فترة واحدة، جاب لي فترة أولى أهي، فترة أولى. طب لو جيت هنا كده جت تاني وقلت له 3 ورديات حفظ تفصيلي، هتلاحظ إيه؟ هتلاحظ إن هو جاب لي الـ3 تقارير، جاب لي آدي فترة أولى، فترة تانية، فترة تالتة، جاب لي الفترة الأولى، الفترة التانية، الفترة التالتة. يعني إيه؟ ببدأ أتحكم فيها بقى من هنا، إن أنا هيظهر لي كام وردية، على حسب حضرتك شغال بإيه؟ شغال بوردية واحدة، شغال بوردتين، شغال بثلاثة، شغال بأربعة. تمام. ايه احتساب اول حركة دخول واخر حركة انصراف؟ انا والله دوامي مثلا من 9 ل 6، فجه الموظف اتلخبط او نسي بصم كذا بصمة، بصم لي مثلا الساعة 9 مرة والساعة 10 مرة والساعة 12 مرة والساعة 1 مرة والساعة وهو ماشي بصم بصمة 6 وهو ماشي، فانا عندي 5 6 حركات، انا هحسب اضافة وتأخير على اي حركة فيهم؟ لا. فانا بقول له الشيك ده بقى معلش، شيك لي على الشيك كده كده، فانا هاخد اول حركه واخر حركه، اي حركه في النص ماليش دعوه بيها، هاخد 9 وبعدين 6، اي حركه انت في النص عملتها انا ماليش علاقه بيها، حتى دي بتهددني مشاكل كتير قدام، تمام. حفظ كده خلاص، انا اتكلمت كده عن اعدادات النظام، شكرا.